من جانبه أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أن يوم العلم مناسبة وطنية غالية تجسد أسمى معاني الوحدة الوطنية وتعكس صور التلاحم المجتمعي الذي تقوده إرادة طموح والاعتزاز بمسيرة بناء الوطن. جاء ذلك خلال رفع سموه علم دولة الإمارات في احتفالية يوم العلم في الساحة الأمامية لقصر رميلة بإمارة الفجيرة بحضور عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين. وأكد سمو ولي عهد الفجيرة أن يوم 3 نوفمبر من كل عام فيه تتجلى أجمل صور الهوية الوطنية وأرفع قيم الولاء لمنجزات الإمارات.